انت في البلدية هو ماشي عمر فراي حيلة اللي قامت بها المؤسسة الوطنية للمياه على مستوى دائرة الغزوات أظهرت النتائج سلبية حيث أصبح هذا الماء غير صالح للشرب. سوف نقوم إن شاء الله بتنظيف المنبع الرئيسي للعين في وهذا سيأخذ 3 أيام أو 4 أيام للتنظيف وسوف يصبح إن شاء الله نطمئن الناس اللي تستعمل هذا المنبع انه على 4 أيام ولا 5 أيام على اقصى تقدير سوف يكون ان شاء الله نعاون نقوم بالتحليل ديالو ان شاء الله يكون في الاستعمال ان شاء الله.